بالفعل ردود الفعل الأولية التي ظهرت عن ثنائي أمل حزب الله أظهرت التمسك بمرشح الثنائي سليمان فرنجي، وأن الحوار إذا ما قام من المفترض أن يقوم حول هذه السلة المتكاملة التي تضم المواقع الرئيسية البارزة في الدولة اللبنانية. ما حصل بعد ترشيح أزعور هو تظهير لهذا الانقسام الحاد في لبنان، فريق يريد سليمان فرنجي وفريق آخر غالبيته يضم الأحزاب المسيحية والأحزاب المعارضة ومن بينهم نواب في تكتل التغيير. هؤلاء يريدون مرشحا آخر هو جهاد أزعور، ولكن وكما جاء في التقرير المرشحان لا يمتلكان أكثرية الأصوات في البرلمان اللبناني، وهذا يبقي الملف مجمدا والاشتباك قائما وأجواء الانقسام السياسي سائدة. ماذا عن الأصوات المترددة، يعني تكتل الاعتدال، جنبلاط وآخرين يعني لم يحسموا موقفهم بعد؟ اللافت في هذا الإطار ما كان قد أعلنه رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط أنه يستقيل من رئاسة الحزب، وهذا الأمر يدفع للقول بأنه يريد أن يترك إدارة الدفة في هذه المرحلة الدقيقة السياسية الدقيقة لنجله تيمور. وأيضا أعلن وليد جنبلاط أنه سيسافر إلى فرنسا في عطلة تستمر 10 أيام، الأمر الذي فسره رئيس البرلمان نبيه بري وهو الصديق الشخصي لجنبلاط بأن وليد جنبلاط لا يريد الحرج مع صديقه بري إذا ما طلب منه الأخير أن يتخذ موقفا معينا في أي جلسة قد يدعو إليها الرئيس نبيه بري للاستحقاق الرئاسي. إذن هذا التردد سيبقى مستمرا، رغم أن معلومات كانت قد أشارت إلى أن اللقاء الديمقراطي قد يحسم موقفه في خلال هذا الأسبوع من مسألة ترشيح أزعور. وأذكر أيضا بأن أزعور كان من الأسماء الثلاثة التي طرحها وليد جنبلاط لرئاسة الجمهورية، ولكنه عاد وبدأ الموقف من خلال نواب في كتلة اللقاء الديمقراطي ضبابيا من هذا الترشيح. في أي حال وفي انتظار الحسم، يبقى أيضا الصوت الوازن لعدد من النواب السنة الذين أيضا لم يعلنوا موقفا في هذا الإطار، وتمت معلومات تشير إلى أن عددا منهم قد يتجه لانتخاب سليمان فرنجي لأن غالبيتهم من الشمال وعلى علاقة جيدة مع فرنجي ابن الشمال أيضا، ولكن أيضا الموضوع يتطلب المزيد من البحث من الاتصالات، وكل نائب يحدد ما هو موقفه الشخصي من هذا الاستحقاق، لأن الكتل الكبيرة لم تعد موجودة. بالنسبة إلى السنة لم يعد هناك وجود لكتلة سنية كبيرة كما كان الوضع في السابق عندما كان الرئيس سعد الحريري هو زعيم السنة في لبنان. إذن الموضوع لا يزال مشتتا، لذلك يعني يقول المراقبون إن الاستحقاق الرئاسي في لبنان سيبقى أسير الجمود فترة إضافية. طيب كيف يقرأ المراقبون مبادرة البطريرك الراعي في هذا التوقيت؟ مبادرة البطريرك الراعي عامل جديد الآن على صعيد هذا الاستحقاق، لأن الأجواء التي كانت قد رافقت عودته من فرنسا والفاتيكان، وهو كان قد التقى في فرنسا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كانت قد ذكرت بأنه سمع نصائح بأن يفتح حوارا مع حزب الله. ماذا يعني هذا الأمر؟ قد يعني بأن هناك بالفعل رغبة دولية أو إقليمية على الأقل تعبر عنها فرنسا بعدم قطع الخطوط مع حزب الله، وبأن يأتي المرشح المفترض لرئاسة الجمهورية مرشحا مقبولا من حزب الله. هل هذا يعني دفعا لحظوظ سليمان فرنجي؟ ليس مؤكدا هذا الأمر، ولكن ما هو مؤكد أن رئيس الجمهورية الذي سيأتي في المرحلة المقبلة عندما تحل التسوية سوف يكون رئيسا مرضيا عنه من الأفرقاء الأساسيين في لبنان، ولن يكون فقط الأمر متعلقا بشخصية الرئيس، سيكون الأمر أيضا متعلقا باتفاق
على سلة متكاملة تشمل إضافة إلى الرئاسة، رئاسة الجمهورية، تشمل رئاسة الحكومة، حاكمية المركز، وأيضا قيادة الجيش. لذا يقول المراقبون هنا أن مبادرة الراعي قد تقرب الاتفاق على هذه السلة، ولكن التعقيدات كثيرة والتباعد كبير في وجهات النظر، وهذا الأمر قد يتطلب تدخلا خارجيا أيضا لإتمام هذه التسوية بشكل نهائي. أشكرك من بيروت كلوديا بحنا مراسلة الغد.